السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال، ونتمنى تكونوا في صحه جيده يا ربي. نطلب الله يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء يا ربي، وترجع الايام الحياه لمجاريها يا ربي، ويدخل علينا رمضان بالصحه والسلامه وطول العمر ومغفره الذنوب ان شاء الله. المهم البنات، يعني جبت لكم موديل يعني ماشي جديد، موديل اللي اصلا كنت شاركت معكم هذا الموديل، غير دابا داروا فيه الوينات اللي جداد والوينات اللي زوينين داروهم فيه، وقلت نشارك معكم هذه الوينات جداد. هاد اللبسات عباره عن 3 بيس، يعني الصايه والفوقاني ديالها وحتى الفولار ديالها، يعني 3 بيس، والتوب اللي زوين كاليتي مزيانه. يعني دائما البنات التوب ديال العبايه راه ما كيخسرش، ما تخافيش منه، الى المستقبل فاخر، ريحانه، البغاده، هاد اللوينات كله، هاد التويبات كلهم ما تخافيش منهم، يعني راه من الحبل صبني ولبسي البنات، يعني راه شي حاجه اللي كاليتي مزيانه ما تخافيش منها. وهاد الموديل البنات داروا فيه لي طاي، فيه الام ال اكس ال دوبل اكس ال، كاع لي طاي فيهم. اللي بغات شي حاجه البنات مرحبا بها، تواصل معايا في الواتساب وتقول لي اللوين اللي بغات والطاي اللي بغات، ومرحبا بالجميع. كنديروا لا ليفريزون داخل كازا وخارج كازا وحتى خارج المغرب، ولو خارج المغرب هاد الايامات راه كاين واحد الصعوبه، يعني سادين الحدود كاين واحد الصعوبه شويه، يعني كتعطل السلعه، الا مشات كتعطل نيت تقريبا كدير شي 20 يوم اكثر على حساب الظروف اللي حنا فيها. نطلب الله الله يرفع علينا هذا الوباء. داخل كازا البنات راه 20 درهم كتوصل في نفس اليوم، وخارج كازا راه ما كتعداش 48 ساعه، والثمن ما كيتعداش 50 درهم، يعني المدينه اللي بعيده بعيده كاع 50 درهم، ما بين 35 40 45 50 درهم. المهم لا ليفريزون، يعني الثمن ديالها مختلف على حساب المدن، وما كتعداش كيف ما قلت 48 ساعه. وتبارك الله هذا الموديل لوينات واللي رائعين ومتناسقين، وشي حاجه اللي مستوره، وشي حاجه اللي يعني تلبسيها انيقه ومستوره وزوينه. 250 درهم الثمن ديالها، 250 درهم. ندوز معكم هذا الموديل الثاني اللي تقريبا نفس الموديل الاول، هو موديل ديال الفراشه، لان الفوقاني بحال الفراشه وحتى هو 3 بيس، حتى هو دايرين مع الفولار ديالو، واللوينات تبارك الله كلهم لوينات اللي رائعين البنات. هذا اللون هذا لون جديد اللي زيد على التلوينه اللي كانت قبل. شوف هذا الكري والبلو مارين اللي هو لون زوين، والفولار دايرينو في البلو مارين. لبسه اللي انيقه ومستوره وزوينه، يعني اللي بغات تاخذ شي لبسه وتفرح براسها يعني مرحبا بالجميع البنات. وفي نفس الوقت البنات بمناسبه رمضان، انسان ما ينساش الورد ديالو والتراويح ديالو، يعني ولو ما يعني ما كنمشيوش للمسجد نظرا للمرض وهذا، يعني تصلي في البيت ديالك، تصلي التراويح ديالك في البيت، قراي قراءه القران، يعني راه هذا رمضان كتكون فيه الاعمال، يعني الانسان يحاول يجتهد في الصلاه، في القران، في الورد، يعني اغتنم الفرصه، ما يبقاش زعما الانسان يضيع الوقت ديالو، لان الشهر شهر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. المهم الانسان يغتنم الفرصه. رجع للموديل ديالنا البنات، هذا الموديل هذا اللوين حتى هو كيف ما كتشوفوا دايرين فيه غوز بيبي من جناب والفولار في الغوز بيبي. وهاد اللبسات البنات 250 درهم حتى هما، وفيهم لي طاي، فيهم الام والال والاكس ال والدوبل اكس ال، يعني جميع لي طاي فيها البنات مرحبا بالجميع. اللي بغات شي حاجه مرحبا بها. والتوب كيف ما كنقول لكم التوب راه كاليتي مزيانه، شي حاجه لي طوب. المهم هذا كان هذا الموديل، موديل الفراشه، يعني موديل اللي رائع كما كنقولوا نعاود، يعني واللوينات اللي زوينين. اللي بغات شي حاجه مرحبا بها، تواصل معايا على 06 32 63 76 35. يعني الواتساب اللي بغات تواصل معايا في الواتساب، كانت هادي النمره، يعني هاد الموديلات سير كوموند، اللي بغات شي حاجه تواصل معايا ونجيبها لها. ندوز معكم لهذا الموديل، يعني حتى هو لي دو بيس،
كاين الفوقاني ديالو وكاين الصايا، موديل اللي جديد وموديل اللي رائع البنات. يعني هاد الموديلات ديال اللباس الشرعي كلهم موديلات اللي زوينين، والثوب تقريبا كيتفاوت ما بين المستقبل ريحانه بغاضه. هادو هما التويبات اللي كيديروا في هاد اللباس الشرعي، وهاد الثوب كله راه كاليتي مزيان، يعني راه ما كيخسرش عن تجربه، يعني راه صبني وردي ما تيتكماش وما تيشرب ما حتى حاجه. وموديل موديل اللي هو زوين، ديري لي صديفات في الصدر وواحد البواني في الكحل، نفس اللون ديال الصايا. اللي بغات شي حاجه راه مرحبا بها. والوينات كلهم زوينين البنات، هاد الزيتي اللون زوين، اللون اللي رائع البنات تبارك الله. الوينات كلهم زوينين، اللي بغات شي حاجه راه مرحبا بها. والبنات واحد الحاجه غنقول لكم في رمضان، يعني ما تنساوش الدعاء مع الاذان ديال المغرب، يعني قبل الاذان واحد شويه ومع الاذان وقت الافطار راه الدعاء مستجاب، مستجاب البنات. اي وحده تدعي بداكشي اللي بغات، بالصحيحه بنجاح الوليدات بالهدايه ديالهم، طلب الله الله يهدي لنا وليداتنا كاملين ويعطينا صحيحتنا وندوزو رمضان على خير وبخير، ويرفع لنا هذا الوباء يا ربي. ندوز معكم هذا الموديل، هذا الموديل كي هذا الموديل يعني عليه واحد الاقبال كثير كثير البنات. هذا الموديل يعني كيف ما كنجيبو كيف ما كيبقاش عندي هذا، بالخصوص هذا الموديل اللي بغاتو راه مرحبا. يعني فيه كيف ما كتشوفوا فيه القب، وفيه ديك الشوشه في القب، وهو الفوقاني ديالو مثلث، وكتكون فيه واحد الراسيه لاصقه فيه والقب، يعني راسيه لاصقه مع الفوقاني والقب، والبيسات اللي انيقين وزوينين، والثوب ديالهم زوين زوين البنات. يعني راه عن تجربه هذا، يعني كاليتي اللي مزيان البنات. والثمن ديالو راه كنت كنبيعو 280 درهم، دابا درت ليه 250 درهم، كنت دايره ليه 280 درهم، دابا دايره ليه 250 درهم. اللي بغات شي حاجه راه مرحبا والف مرحبا. وبمناسبه يعني ما نسيتش البنيات الصغار، ما نسيتش البنيات الصغار، جبت ليهم موديل اللي زوين. هاد الموديل يعني راه موديلات اللي زوينين كيف ما كتشوفوا، يعني نفس الموديلات ديال الكبار داروا فيهم الصغار، شي حاجه اللي جديده وشي حاجه اللي زوينه. يعني اللي بغات تبرع البنيات لبس هي وبنتها بحال بحال. هاد الموديل البنات فيه الكبار وفيه حتى الصغار، هاد الموديلات فيهم الكبار وفيهم حتى الصغار، وكيف ما كتشوفوا راه فيهم لي طاي، راه مكتوب فيهم لي طاي، يعني ما بين 10 سنين حتى 16 عام. وهما راه الموديل ديالهم عريض شويه، يعني الفوقاني عريض، وفيه ديك النيفيه لاصقه فيه، وفيه حتى هو القب، وكتجي اللبسه اللي انيقه البنات، حتى ديال الكبار لبسات واعرين حتى ديال الكبار. وكيف ما كتشوفوا هاد الموديل راه من 8 سنين حتى 18 عام، كاين 8 سنين 10 سنين 12 عام 14 عام 16 عام حتى 18 عام، يعني راه جميع لي طاي. وفي حتى الكبار راه فيهم طاي ستوندار، الكبار دايرين لهم طاي ستوندار، وهاد الصغار دايرين ما بين 8 سنين حتى 16 عام. وفيه لوينات اللي زوينين، والثوب ديالو ديال البيتش، يعني الثوب ما كيخسرش وكاليتي مزيانه ديالو. كيف ما كتشوفوا كاع اللوينات راه فيهم لي طاي، كاع اللوينات فيهم لي طاي من 8 حتى 18 عام. اللي بغات شي حاجه راه مرحبا، واللي بغات تلبس بحالها بحال بنتها راه كاين الموديل الكبير في نفس اللون، وحتى الصغيره في نفس اللون. اللي بغات يعني تلبس بحالها بحال بنتها راه نجيب لها هي وبنتها بحال بحال. كاين واحد الموديل اخر حتى هو ديال البنيات، هذا حتى هو من 8 سنين حتى 18 عام. هذا يعني كيف ما كتشوفوا طويل شويه، هذاك الاول فيه الصايا، هذا فيه الكسوه، وفيه هذه اللبسه الفوقانيه، وتا هو البسه اللي انيقه البنات، البسه اللي واعره، راه لو تشوفيها يعني مباشره راه البسه رائعه البنات، البسه رائعه. هذا دايرين فيه غير البنات الصغار، يعني ما فيهش الكبار، الكبار يعني بدل واحد شويه الموديل ديالهم على ديال الصغار. وهذا بالشال ديالو، يعني كاين الكسوه وهذاك الفوقاني ديالها والشال، وتبارك الله كاع الالوان كاع اللوينات فيهم. المهم كان هادو كانوا هما هادو الموديلات.
البنات ما تنسوش تبارطاجيو القناه ديالي مع احبابكم مع اصحابكم باش تكبر القناه ديالنا وتكبر العائله ديالنا، يعني راه بفضل الله سبحانه وتعالى وثم انتم باش كتكبر القناه، والتعاليق ديالكم الزوينه اللي كتخليو ليا وتحفزني باش دائما نقلب على الجديد. كنشكركم من كل قلبي، كنشكركم بزاف يعني على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا وكتشجعوني. المهم البنات بارطاجيو مع احبابكم ومع اصحابكم، يعني الانسان ما خسر حتى حاجه، هذه كصدقه جاريه تعاونوني بها، وفي نفس الوقت حتى الناس كتستافد، انا كنستافد وهما كيستافدوا، يشوفوا اشنو داخل الجديد وش حاجه اللي لبسات مستورين. حتى البنيات اللي علمتيها تلبس لبسه مستوره راه ماشي هي يعني راه البنيات الصغار من الصغر كتعوديهم كيبقاو غاديين على داكشي اللي علمتيهم انتي. المهم مرحبا بالجميع، اللي بغات شي حاجه مرحبا تواصل معايا، وما تنسوش دعموا القناه ديالي بلايك وابوني تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وكان هذا هما اللبسات، وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في رعايه الله.